اول حاجه هنحط الزبده، نص كوبايه زبده بالظبط. بعد كده هنحط نص كوبايه سكر ابيض على نص كوبايه سكر غامق. ممكن نقلبها بالزيت ولا ممكن نضربها في المضرب باختصار للوقت. وانت بتعملي ايه دلوقتي يا امان؟ بضربها عشان تتمزج كده مع الزبده. اشتر بقى كويسه الكلام ده. اول ما بقى كده بنزود لها بيضه. مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان. بنرحب بكم في تغطياتنا المستمره من داخل محافظه الدقهليه، وزي ما عودناكم بنقدم كل الدعم لكل الشباب والبنات اللي بيكون عندهم موهبه، بيكونوا نفسهم ان هم يوصلوا، اي حد يقدر يشوفهم يوصلهم لحلمهم ان شاء الله باذن الله. ايمان تكون من الشخصيات الجميله دي، ايمان من احدى القرى التابعه لمركز بكرنس، وطبعا درست في سياحه وفنادق، وكمان هي درست في الكليه دي لانها يعني بتعشق شغل الحلويات بالاكتر وموهوبه في شغل الحلويات الغربيه. سريعا هي هتجهز لنا حاجه واحنا بس مباشر وهنتكلم معاها ونعرف تفاصيل حكايه ايمان بنت احدى القرى قريه السلام التابعه لمركز بكرنس. انت بتعملي ايه يا ايمان دلوقتي؟ دلوقتي حطيت بيضه، بيضه واحده بس. انت بتعملي ايه الحلويات اللي انت بتعمليها؟ كوكيز. اشتغل كوكيز بالشوكولاته. ربع كوبايه كاكاو ومعلقه نشا، ودي اهم حاجه في النشا دي بقى أهم. احنا اخترنا التوقيت ده عشان النص الثاني من الدراسه بدا، فالامهات الجميله كده تعملها لاولادها بالليل، تقدر تجهز ده بالليل لاولادها وياخدوها في اللانش بوكس في المدرسه او الحضانه، وسهله وسريعه جدا كمان، نوع الاطفال بيحبوه. اتفضلي كملي. دلوقتي احنا حطينا كوبايه دقيق وربع كوبايه كاكاو، وحطينا بالظبط نص معلقه ملح ونص معلقه بيكربوناتو، هي اللي بتدي للكوكيز ان هي تبقى هشه من جوه وتكون طريه من جوه كده وناشفه كده ومقرمشه من بره. تمام. ونضربهم واحده واحده عشان الكلام يمتزج مع بعض. طبعا احنا بننخل المكونات دي كلها عشان الهواء والحبيبات والهواء بيدي للصنف ده بيخليه يهش شويه، صح كده؟ انا بعرف بعض المعلومات. معلقه كبيره فانيليا. ممكن نجيب فانيليا سايله وممكن لا، بس انا اخترت الفانيليا البودره، بحبها اكتر من السايله، بتكون ريحتها اقوى من السايله. غير السايله كمان ممكن لو زادت عن الحد، لو زادت سنه صغيره بتدي ريحه مش لطيفه. شايفه ان المكونات دي مش مكلفه قوي يا ايمان في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، يعني اي ام تقدر تدخل المطبخ تعملها لاولادها. ده اكيد طبعا. الموضوع كله يعني ما يستغرقش اكتر من يعني 25 دقيقه او بالكتير. نص ساعه بالكتير جدا يعني. كملي يعني. دلوقتي قوام بقى متجانس شويه هنا، ممكن نحط تشوكلت تشيبس عليها او شوكولاته اللي هي الخام، ده حسب الرغبه بقى. حسب الرغبه ممكن نعملها دلوقتي بشوكلت. في موجود انا كست بيت بعمل بشتغل فيها، ايه اللمسه؟ عرفيني ازاي المس العجينه اعرف ان كده خلاص العجينه جميله وحلوه. لما تكون حلوه كده متماسكه، متماسكه شويه وناعمه ملزقه برضو. اللي هي لو حطيتي تشوكلت فيها اللي هي بالبلدي كده ما تشققش منك وانت بتقوريها. ايوه بالظبط كده. تمام. دلوقتي انا معجنها شويه بايدي،
كده هي جهزت. ممكن نحط كمان فيها شوكولاتة. في ثانية لا مش هينفع نوقف. في ايه؟ عاملين شوكولاتة. تمام، هاتي الشوكولاتة، روحي هاتي الشوكولاتة. طبعا متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين معانا ايمان، بنت جميلة من قرية السلام التابعة لمركز كيرنس. هنا ايمان موهوبة مش بس في الطبخ وفي الحلويات. نحط شوية شوكولاتة صغيرين عشان هي السكر بتاعها زيادة جدا، لكن موهوبة كمان في الرسم، وده اللي هنشوفه وقت ما تحضر الحلويات وتحطها في الفرن. كده هي خلاص جاهزة. كده خلاص اه، الموضوع ما خدش مننا يعني بالظبط اي حاجة، ما خدش يعني مننا ما اي كملش حاجة. 6 دقايق، احنا على الهوا دلوقتي 6 دقايق. اشتغل بالظبط كده خلاص. ما بتسيبهاش تريح شوية يا امام؟ انا ممكن يعني نسيبها وممكن لا، لو لو احنا انا مستعجلين مستعجلين لا، ولكن افضل اسيبها تريح 10 دقايق، تريح نحطها في التلاجة شوية. ده من الافضل. اه تمام، احنا عشان تصوير فمش هننتظر عليه. اه كملي يا امين يلا. طيب دلوقتي هاخد منها حتة كده. وانتي بتشتغلي كده يا ايمان، كلميني عن نفسك. ايمان البنت الموهوبه، قولي لي بقى درست ايه، كورسات انا ايه، ما شاء الله انت معاكي لغات كمان يعني، اه بتتكلمي معايا صيني. سين اتكلمي صيني يا ايمان وانتي ماشي. بتشتغلي. وان شان هاو ودامين ذا شر ام اني اي مادو وش ارشي اي سوي ووش مانسولا دا شيه جيه ديان شيه يوان جيه ديان ديان جيو دا شيدا سان شيدا سان جون يوان فايو فايو ينيو خ خايو. انا كده انا قلت مساء الخير، انا اسمي ايمان عماد، عندي 21 سنة، أدرس بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة قسم الدراسات الفندقية. بعرف أتكلم 3 لغات، إنجليزي وفرنساوي وصيني. كده أنا بقيت عاملاها كده. ممكن نحط فيها شوكليت، هي على فكرة حجم صغير بس لما بتدخل الفرن بتنفش، ولازم لما نيجي نحطها في الصينية بتاعة الفرن ثاني نحط بينها وبين التانية مسافة لانها بتفرد في بتفرد في التسوية اهو زي الغريبة اللي اه، احنا بنعملها بتاعتنا. بس الغريبة الغريبة بتنفش على حاجة بسيطة انما لكن دي بتفرد اكبر. اهو اه. حلمك تشتغلي في بره مصر في تخصص مجالك ده يا امان؟ لو في شغل لو بره في مصر فرصة اه في فرصة كويسة اه. ايه تاني اللي انت متميزه فيه يا امين؟ يعني كلمينا عن ايمان، متميزه في ايه؟ عايزين الشيفات الكبيره اللي تشوفها، او مثلك الاعلى في الشيفات مين اصلا؟ انا اه مثلا اعلى في الشيفات انا عندي، انا بالنسبه لي في اللي حواليا في اه انا اللي علمني الحاجات دي لا انا مش كلها. عايزه اعلمك، في شيفات اسمهم يعني براند كده لوحده في الحلويات، بحب بتتابعي مين؟ بتشوفي بحب ده؟ جدا ان انا اتابع الشيف محمد حامد، بحبه جدا شيف محمد في حامد اه ما بحبه شاء جدا الله في الحلويات في الحلويات. اه. لو الشيف شايفك تقول له ايه؟ ايه لو شايفك تقول له ايه؟ اللي انا بحب اتفرج عليه جدا وبتعلم منه حاجات كتير وتريكاته كمان كويسه بتتعلمي منه اه. مين تاني؟ في برضو شيفات زي الشيف نادية السعيد، بتفرج على الفيديوهات بتاعتها من وقت للتاني أه، بشوف حاجات اللي ممكن ان هي تكون جربتها فتنجح معاها فجربها عندي واشوفها هتنجح ولا لا لا. نادية السيد مكتسح. اي حبيب اكيد اي حبيب متابعاها؟ اي حبيب. لا بصراحه متابعة ناس تانية وبالذات، بس أكتريتها اكتر حاجة بحب عملتيها لنادية السيد ونجحت معاكي؟ أكتر حاجة عملتها ليها أه. وأنا عملت دونتس وعملت كمان ورينا كده، احنا في دونتس اختك هتجيبه لنا. اشتغل انت زي ما هتقولي الدونتس هي مراحوا فين، هاتيهولي بقى من التلاجة. حاضر. كده احنا عملناهم كده وزعناهم بعيد عن بعض عشان لما ينفرد. هاتي الدوناتس من التلاجة. قدامك حلم ومصممة ان انت يتحقق ان شاء الله بإذن الله يا امين. ده الدونتس ده عمايلك انت بقى اه
صح بس كده؟ واسع شويه بسبب اللي هو كان هنشوف بره. احنا لو انت كنت عامله كميه ما شاء الله يعني كانت كميه كبيره لعيد ميلاد. لعيد ميلاد. انت بقى قولي لي بقى يعني مقرره تستخدمي ده في مجال عملك، ان انت تسوقي عملك من خلال السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ده بقى كنت مكتسح في بفكر ان تسويق انا الشغل. اعمل ان انا اعمل مشروع اللي هو الحلويات الاونلاين، زي تورت زي جاتو زي حاجات من دي، بسعر مخفض بسعر بيبقى اقل كتير من من بصراحه من المحلات. محلات كتير. يعني انا لما عملت تورته كانت كلفتني بالظبط تقريبا 100 جنيه او 100 وشويه، وتورته كبيره ممكن تكون في حجم دي، في حجم الصينيه دي، وبالتجهيز بتاعها كله كلفتني حوالي 100 100 وشويه بالكتير. لما اتباعت اتباعت بحوالي 150 200 طب ليه بالكتير. ما استمرتيش في الموضوع ده؟ ما استمرتش لان انا حسب الوقت بتاعي، الوقت بتاعي كله في دراستي، فبحب ان انا اديلها حق اكتر بعد الدراسة في الأجازة بعد بتبدأ الدراسة تقريبا. احنا بنروح تدريب بعد بتروح الدراسة، انا تدريب. بسافر سواء اي فندق انا محتاجة اروح له بكلمه وبروح انت اللي اكلم، بتتواصلي مع الفنادق؟ انا اللي بتصل معاهم يعني عشان تروحي تكتسبي خبرة اكتر، اكتسب خبرات. خبرات. بحب كتير ان انا اقف تحت ايد شيف يكون عارف ان انا الشيفات اللي هو مثلا ايه ممكن ما اتعلمش منه قوي، ما بحبش ان انا افضل في المكان ده. اذا ايمان ما بنتكلمش على واحده موهوبه بس او حابه ان هي تدرس بس المجال، لا ده انا في حلم وهحققه، بإذن هحققه الله ان انا مش هتوقف. هو ده انا حياتي في المجال ده وهوصل فيه. عاوزه يبقى ليكي اسم في يوم من الايام، يا شايفه نفسك السنين الجايه ان شاء الله اسم ايمان. ايمان ايه؟ إيمان عماد ايمان عماد. ده يكون اسم براند زي اللي احنا بنسمعهم في مجال الشوفات بإذن الحلويات الله ان شاء الله يا ايمان. بإذن الله. وأنا أتمنى كده ان شاء الله يا ايمو. طبعا احنا ظلمناك النهارده ان احنا يعني انت بتعملي حلويات كتير جدا بس الوقت ضيق بالنسبه لنا، ف كل التوفيق ليكي. دي بقى بتقعد في الفرن قد ايه يا امان؟ من 10 دقايق لتلت ساعة على حسب حرارة حراره الفرن. الفرن في من الرف فرن الاوسط بيبقى في الرف الابيض الوسط. من الشعلة تحت، وبعد كده نحطه على الشواية فوق في طب الرف الاوسط. طب على الشوايه. لا طب هو ليه الفرن ليه ما الاوسط نحطش ما نشغلش مثلا الفرن من تحت والرف الوسط فيه، بحيث ان هو يبقى مريح للست اللي هي يعني لا تتابعه. ممكن تاخد وقت اطول، او انت ممكن بتتكلمي كده في الوقت، لكن من الاصح كنوع ان هي هو من درجة الحرارة أصلا المفروض تكون الكوكيز 180 درجة. ده بقى احنا هنا نتكلم في التسويق. كل فرن بيختلف عن الفرن التاني ما عشان فما كده أنا نقدرش بقول على نحدد. الوقت انت بتتكلمي بالنسبة لفرنك انت من تحت وبعدين الشواية، لكن لا لو أنا مش هفتح الشواية، أنا بتطلعي بطلع لفوق بترفعي بطلع لفوق فوق شوية علشان بحيث إن ياخد أنا اللون من تحت، وبحيث ان هو ويستوي بقى ويستوي من فوق ياخد اللون. بالظبط. تمام. هو عامة ما بياخدش لون قوي من لا هو بيدي لونه كده اللي هو كده لو هو بالفانيليا بيبقى ذهبي فاتح، والشوكولات اصلا كده كده انا لونه عملته قبل كده، غامق. كان عندي عملي في الكلية وانا اللي كنت مسؤولة عنه وعملته برضه، كنت انا المسؤولة عنه قدمت يعني في مسابقات؟ طبعا. الحلواني لا كنت اقدم بس شلت الفكرة ان كانت دراستي مقتصرة على المجال احنا ده. هنكمل، احنا ممكن نطلع نشوف رسوماتك ننهي بيها. ممكن يعني هستأذنك هنسيب ده ونكمله بعدين. مستحيل بقى. اتفضلي يا شيف ايمان، انت مش موهوبه بس في شغل الحلويات، ده في الرسم معاكي شهادات ما شاء الله. عرفينا سريعا عشان هنختم معاكي بقى. الرسومات الجميله دي انت ما بدأتي ترسمي من وانت كام سنه؟ من وانا في تانية ابتدائي. تانية ابتدائي. لوحدك كده بدأتي تخططي في لا ماما علمتني الأول، بعد كده بدأت واحدة واحدة لوحدي كده أشوف إيه كده لحد ما بدأت. انت هنا سمير غانم؟ انت عندك كام سنة يا امي؟ أنا صغنون ده ما فداكي دي، بعدها مش هنتكلم فيها. بس فيما بعد بدأت ان انت تتطوري في الرسم. بطور نفسي طب شوية انت بشوية. دلوقتي معاكي اكتر من موهبة، انهي موهبة بالظبط اللي هتحققي اسم ايمان فيها؟ الحلويات بإذن الله. حلويات. الرسم ده حاجة جانبية كده مش اساسية، اساسي الحلويات. انت قلتي الغربية اي الشرقي والغربي. لا انا بحب الغربي اكتر. الغرب ايه السبب؟ اولا حاجات متنوعة كتير، في اختراعات بتبقى في الغربي، انما الشرقي حاجاته بتبقى معدودة بتبقى بسيطة، ما بيبقاش فيها اختراعات قد كده. اكتر حد بيدعمك؟ انا عيلتي عيلتك. تقولي لهم ايه النهارده؟
انا بشكرهم جدا جدا جدا. احنا اللي بنشكرك جدا جدا، شكرا لقاء جميل وشيق معاكي، وكان نفسنا شكرا، ان احنا نكمل معاكي بس الوقت ضيق بالنسبه لنا. كنا سعداء جدا جدا، انا ان شاء الله سعيدة يكون لنا لقاءات كتير معاكي ان شاء الله، ونقدر نظهر موهبتك اكتر، بإذن الله ونكون مع الشيف ايمان الايام اللي جايه والسنين اللي جايه، بإذن الله. ونبقى احنا يعني الاولويه لينا بقى شرفنا ان طبعا، شاء الله. يا حبيبه قلبي ربنا يوفقك بالتوفيق يا امان. بشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده، كنا معاكم مع موهبه من موهبه محافظه الدقهليه، زي ما حضراتكم شايفين كتير جدا عندنا اولادنا وبناتنا بيكونوا مواهب وبيتسنوا او بينتظروا بس حد يشاور عليهم ويسلط الضوء عليهم يقول ان هم موجودين، منهم ايمان. ربنا يوفقها يا رب العالمين، وان شاء الله يكون لنا لقاءات معاها الفتره القادمه، وهي شيف اسم براند يتكرر على ألسنة الجميع. بإذن بشكركم الله متابعينا الكرام، كنت معكم أنا زينب حمدي، بشكركم وإلى اللقاء.